فين؟ مساء الخير مشاهدي قناة السعودية، معاكم رند الشهيلي. الحين راح نشوف نبض الشارع. ممكن تعرفنا عن نفسك؟ أخوكم ناور بن غدير الطاشان، طالب في جامعة الملك سعود في كلية السياحة والآثار، تخصص إدارة فنادق وعضو بالجمعية السعودية للسياحة. طبعا اليوم الوطني هو يوم عز وافتخار ونصر للمملكة العربية السعودية، وهو ذكرى طبعا لتوحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز رحمه الله. اليوم الوطني هو مناسبة مميزة محفورة في الذاكرة والوجدان، وأيضا على الشعب الوفي أن يحافظ على ممتلكات المملكة، وندعو الله العلي القدير أن يحفظ لنا ولاة أمرنا وأن يمتعهم بالصحة والعافية، ويدوم الأمن والأمان إن شاء الله على مملكتنا الغالية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وناخذ شخص ثاني، تعال. ممكن تعرفيني عن نفسك؟ اسمي لوليا يوسف المدني. طيب وش الأشياء اللي عجبتك في اليوم الوطني؟ العالم والناس. وش شعورك؟ الحمد لله. حلوة؟ كانت مرة حلوة؟ فرحانة مبسوطة؟ إيه. شكرا حبيبتي. ناخذ شخص ثاني. السلام عليكم. عليكم السلام. عرفنا عن نفسك. محمد مساعد غانم المطيري. وش حاب تقول في اليوم الوطني؟ اقول شعر كذا، اي شيء. يلا قل لنا شعر. هنا الدولة ترفرف في سماها راية التوحيد، بعد عبد العزيز اللي حماها واعلن الدولة، تعالت للسماء واسترسل التكبير والتمجيد، زانت كل نجمة كأنها للأرض مرسولة، تقول ان السعودية علت عن كل قاع عبيد، فرح الله بدين الحنيف وحكمة سحولة، ما هي بيت بلد هذه الطهارة في صباح العيد، بعد راح الجهل وجيها بالطهر مغسولة، وش الجغرافيا؟ وش هي مساحتها؟ ايش التحديد؟ هذه ارقام ندرسها فقط، ما هي مقبولة. شكرا ما قصرت. نرجع لزميلي محمد، زميلتي سندس.